أهلا بكم. أقر الاتحاد الإفريقي لكرة قدم في اجتماعه اليوم الخميس بالقاهرة على إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري حامل لقب دوري الأبطال ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية في الدوحة بقطر على أن يتم تحديد اسم الملعب والموعد لاحقا. وترأس اجتماع المكتب التنفيذي لكاف الكونغولي كونستان عمري المكلف من قبل الفيفا برئاسة الكاف في الوقت الحالي عوضا عن الملغاشي أحمد الموقوف للتحقيق معه. وبحسب مصادر إعلامية فإن اجتماع المكتب التنفيذي لكاف تطرق إلى العديد من التوصيات ومنها حسم مصير لقاء السوبر بين الأهلي المصري ونهضة بركان بالإضافة لرفع قيمة الجوائز المالية لمسابقة دوري أبطال لتصل ل4 ملايين دولار لبطل دوري الأبطال ورفع جائزة بطل الكونفدرالية إلى 1 مليون دولار. كما تطرق الاجتماع إلى الجدل المثار بشأن منع مباراة السوبر ليؤكد كونستان عماري ضرورة احترام الاتفاقية الموقعة بين الكاف والاتحاد القطري والتي تقضي باحتضان الدوحة 3 نسخ متتالية لبطولة السوبر احتضنت منها نسختان وبقية الثالثة. وكان اتحاد الكرة المصري وكذلك مسؤول النادي الأهلي يرغبان في احتضان مصر هذه النسخة باستضافة نهائي كأس السوبر على الأراضي المصرية قبل أن يفرض الكاف قراره النهائي باستمرار إقامة البطولة في الدوحة. وأكدت مصادر إعلامية أن المباراة أمام هذا الوضع قد تلعب مطلع العام المقبل على استاد نادي الغرافة بقطر. كان معكم ماجد مجد، شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.